كلنا نعرف انه عشان تلعب وتستمتع بالعاب الفيديو لازم تدفع فلوس. راح تحتاج فلوس عشان تشتري العاب جديده، جهاز العاب جديد، او حتى اكسسوارات الالعاب مثل سماعات ماوس وكيبورد وغيرها. طيب شو رايكم لو قلت لكم ان تقدروا تسوي العكس، تقدر تطلع فلوس وانت في البيت جالس تلعب الالعاب اللي تحبها؟ هذا موضوع فيديو اليوم، 5 طرق فينك تطلع فيها فلوس حقيقيه من وراء العاب الفيديو، بعضها صعب وبعضها جدا سهل. فيلا خلينا نبدا. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه هذا الفيديو الثالث والاخير اللي داخل بالجيفوي الشهري على كنترولر استرو سي 40، وفيديو التوب 10 او التوب 5 القادم راح اختار الفائز واعلن عنه. واذا كنت حاب تدخل بفرصه الفوز على الكنترولر، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في وسيلة التواصل فيه معاك. ولاول مره هذا الفيديو عليه جيفوي ثاني اللي هو كوينز بلعبه ايبكس ليجند، وراح يكون معنا 3 فائزين، لان هذا الفيديو برعايه ايبكس ليجند اللي تعتبر من افضل العاب الباتل رويال المجانيه الموجوده حاليا. لعبة ايبكس ليجند موجودة على البلاي ستيشن، اكس بوكس والبي سي بشكل مجاني، ما تحتاج اشتراك بلاي ستيشن بلس او غيره عشان تلعبها، وعلى البي سي موجودة على الاوريجن وحاليا موجودة على الستيم وفيها كروس بلاي، يعني فينك تلعب بلاي ستيشن مع بي سي مع اكس بوكس. واذا ما كنت تلعب اللعبة فحاليا افضل وقت انك تبدا تلعب فيه اللعبة، لان نزل الموسم او السيزون السابع الجديد باللعبة باسم اسنشن، مع الموسم نزل ماب جديد انتم شايفينه قدامكم باسم اولمبس، ماب جدا جميل من احلى مابات الباتل رويال اللي شفتها، ماب عبارة عن مدينة متطورة فوق الغيوم، ونزلت شخصية جديدة باسم هورايزن، الخاصية تبعها انها تتحكم بالجاذبية، والسوبر عبارة عن بلاك هول او ثقب اسود. ولاول مرة بتاريخ اللعبة صار في مركبات فينك تسوقها جوا اللعبة، وصار في كلانات فينك حاليا تسوي كلان تدخل فيه اصحابك وتلعب ضد كلانات ثانية. وطبعا في باتل باس جديد فيه فوق ال 100 ايتم من سكنات والوان اسلحة. اللعبة ما فيها باي تو وين، ما في والله انك تشتري اشياء تخليك اقوى، كل المشتريات اللي فيها عبارة عن سكنات والوان اسلحة. فاذا كنت مهتم تنزل اللعبة وتجربها بشكل مجاني، شيك اول رابط موجود بوصف الفيديو او موجود اسفل الفيديو باول تعليق مثبت. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. في المرتبه الخامسه عندنا اسهل طريقه واظن اي واحد فينا يسويها، واللي هي انك تبيع حسابك في الالعاب او تبيع محتوى داخل الالعاب، وفي كثير العاب تسمح بهالشيء. طيب خلينا نبدا بالخيار الاسهل واللي هو انك تبيع حسابك. حاليا هالشيء صار جدا سهل لانه معظم الالعاب 90% تقريبا من الالعاب حاليا صار يكون في حساب داخلي جوا اللعبه، يعني من زمان كان مثلا لما تلعب كول اوف ديوتي يكون حسابك مربوط بايديك على السوني، فصعب انك تبيع حساب لانه راح تبيع ايديك بالكامل، بينما حاليا 90% من الالعاب في اكونت او حساب داخلي جوا اللعبه فينك تبيعها بكل بساطه وتسوي واحد جديد، فينك تبيع حسابك بكول اوف ديوتي، فيفا، فورتنايت وكثير العاب ثانيه. طبعا الشخص اللي راح يشتري منك يا اما مهتم بالكيدي تبعك، لو تلعب كول اوف ديوتي وعندك الكيدي جدا عالي فيبي يشوف نفسه قدام الناس بشكل كذبي انه هو لعيب، او مهتم بالسكنات اللي عندك نفس فورتنايت مثلا، عندك سكنات نادره جدا وبده اياها. وطبعا بزنس بيع الحسابات جدا منتشر بالذات بالالعاب المستمره، الالعاب اللي صار لها 5 و6 سنين على نفس اللعبه، نفس خلينا نقول اوفر واتش، فورتنايت، تي اس جو، كاونتر سترايك او ليج اوف ليجندز. طيب كيف تبيع حسابك؟ عندك طريقتين، الطريقه الاولى تروح على صفحه العاب على انستغرام او تويتر وتقول للشخص ابيك تعلني عن حسابي ولو بعته بعطيك نسبه من الفلوس، فهي الطريقه الاولى. وفي الطريقه الثانيه واللي هي الافضل والامنه اكثر، هي انك تروح على مواقع مشهوره لهالشيء، نفس موقع ليج اوف تريدنج وموقع بلاير اب، هاي المواقع بتكون وسيط بينك وبين الشخص اللي بده يشتري، فتضمن انه الشخص يدفع لك الفلوس وما يسرق حسابك، والمواقع تاخذ نسبه ضئيله من الفلوس مقابل هالامان. راح احط لكم روابط هالمواقع بالوصف، وهذا مو اعلان والله، فقط ابي افيدكم. فاذا تبي تبيع حسابك لازم تكون عم تلعب لعبه مشهوره ومستمره وعندك بحسابك اشياء نادره تبيعها، او اذا ما عندك حساب فينك حاليا تبدا لعب اي لعبه تلعبها خلينا نقول مده سنه تستمتع فيها، ومجرد ما تمل من اللعبه راح يكون حسابك اكيد فيه اشياء نادره واشياء جمعتها خلال السنه، بعدين فينك تبيعه بكل بساطه. وعندك الخيار الثاني واللي هو انك تبيع اشياء جوا الالعاب، بس هالشيء شوي صعب لانه كثير شركات العاب تمنع هالشيء، يعني من فتره كان فيفا في له ناس يبيعوا كوينز، من جديد منعوا هالشيء فيفا، بس لسه في العاب فينك تبيع فيها اشياء بشكل قانوني، نفس سي اس جو، كاونتر سترايك، رونسكيب، لعبه ايف اونلاين اللي ذكرتها بفيديو اضخم العاب بالتاريخ، ولعبه انتروبيا يونيفرس وسكند لايف. سويت فيديو من سنه تقريبا كان عنوانه اغلى الاشياء اللي انباعت جوا الالعاب بالتاريخ، فنصيحه تروح تشوفه، راح تلاقي رابط موجود بالوصف عشان تاخذ فكره عن هالشيء. وعلى سيره لعبه سكند لايف، في بنت اسمها الين جريد كانت مدمنه على اللعبه بشكل جدا كبير،
لدرجة انها فتحت بزنس جوا اللعبة، صارت تشتري اشياء من الناس وتبيعها بسعر اغلى. من وراء هالبزنس صار عندها فلوس بشكل جدا كبير، استعملتهم لتفتح بزنس بالحياة الحقيقية، وحاليا هي مليونيرة. صارت مليونيرة من وراء الفلوس اللي جمعتها من لعبة Second Life. في المرتبة الرابعة تقدر تطلع فلوس عن طريق انك تقدم خدماتك بالالعاب. في كتير مواقع فينك تقدم فيها خدماتك بالالعاب مقابل فلوس، واشهرهم موقع فايفر. موقع فايفر ما له مخصص فقط للالعاب، لا، فينك تقدم فيه خدماتك بكل شيء، سواء تحل واجبات لناس، فينك تصمم فيديوهات لناس، تصمم لهم مواقع وبالمقابل يدفعوا لك. بس كمان في قسم جدا كبير بالموقع خاص بالجيمينج. ممكن حد يقول شو نوع الخدمات اللي اقدر اقدمها؟ في نوعين من الخدمات فينك تقدمها. النوع الاول لازم تكون لعيب او محترف بلعبه معينه، والنوع الثاني لازم تكون فاضي وما عندك شيء في يومك غير انك تلعب. اذا كنت لعيب او محترف بلعبه معينه، على سبيل المثال Call of Duty Warzone، فينك تعرض خدماتك انك تدرب الناس كيف يصيروا لاعبين. فعليا الناس فينهم يجوا يستاجروك ساعه وساعتين، تفوت معهم تفتح مايك وتعلمهم كيف يكونوا لاعبين. نفس هذا الشخص يقول انه لعيب، الكيدي تبعه بكول اوف ديوتي 10 اللي يعتبر جدا عالي، ومستعد انه يدربك ويخليك لعيب في الوارزون مقابل $15 او ما يساوي 50 درهم او ريال سعودي للساعه الواحده. نفس الكلام بالضبط موجود في فورتنايت، ببجي موبايل، فيفا، وفي اي لعبه تخطر ببالك. واذا ما كنت لعيب وتبي تطلع فلوس فلا تخاف، عندك طريقه ثانيه اللي هي انك تكون فاضي. بكول اوف ديوتي مودرن وورفير في واحد مستعد يطلع لك لون السلاح دمشقي او الدماسكس مقابل 400 درهم او ريال سعودي او ما يقابل 110-120 دولار. طبعا هذا السلاح ما هو صعب، بس رح ياخذ وقت جدا كبير منك عشان تطلع. لازم تجيب اللون الذهبي لكل اسلحه اللعبه ولكل سلاح عشان تطلع له الذهبي، لازم تسوي لك كل التحديات وتطلع لك كل الالوان، فلون جدا صعب. هذا الشخص مقابل 400 ريال مستعد يطلع لك اياه. والشيء المضحك هو انه في بنات على موقع فايفر عارضين خدماتهم، وخدماتهم كل بساطه هي انهم يلعبوا معك. تروح تدفع لبنت $50 مقابل تلعب معك اي لعبه بدك اياها مده ساعه، فارجوكم لا حد يسوي هالشيء ابدا. بالمرتبه الثالثه فينك تلعب العاب قبل الناس وقبل حتى ما تنزل، وفوق هذا كله تاخذ فلوس عن طريق مواقع الجيم تيستينج او تجربه الالعاب. الفكره باختصار انه في مواقع متفقين مع شركات العاب ضخمه عشان يجيبوا لهم ناس يلعبوا العاب قبل ما تنزل، وبعدين هالناس يعطوا رايهم عن هاللعب، هل عجبتهم وما عجبتهم، شو الاشياء اللي حبوها شو الاشياء اللي ما حبوها، هل كان في جلتشات باللعبه او لا. وفي كثير مواقع موجوده حاليا تقدم الخدمات، فينك تروح وتقدم عليها بكل بساطه، نفس موقع فولت بلوج، جيم تيستر دوت نت، واشهر هالمواقع موقع باسم بلاي ليست كلاود بروتوتايب. هذا الموقع متعاقد مع شركات العاب ضخمه نفس يوبي سوفت اللي عندهم اساسن كريد ووتش دوجز. وعندي صاحبي راح وقدم على هالموقع وقال لي شو الاجراءات. اول شيء تروح تعبي بياناتك، تحط معلومات بطاقه البنك تبعك وكل شيء، بعدين الشركه او الموقع راح يبعث لك امتحان، فعليا امتحان عباره عن مالتيبل تشويس، امتحان عن الالعاب او الجيمنج، يشوفوا فيه خبرتك، هل انت فعلا متعمق بعالم الالعاب ولا شغل اي كلام. لو نجحت بهالامتحان خلاص راح يقبلوك يحطوك على اللسته، وبعدين بس تجيهم اي فرصه راح يبعثوا لك ايميل يبعثوا لك لعبه لسه ما نزلت على السوق من شركه كبيره. فانت كل عليك تسويه انك تلعب اللعبه على راحتك، وبعدين تكتب ايميل للشركه تكتب فيه شو رايك عن اللعبه، هل حبيتها او ما حبيتها، شو الاشياء الايجابيه والسلبيه، وهل واجهتك اي جلتشات، ويدفعوا لك $36 او ما يقارب 100 درهم او ريال سعودي على الساعه. هذا بالنسبه لموقع بلايست كلاود. في الموقع الثاني اللي اسمه جيم تيستر بيدفعوا لك $18 على الساعه، فبتختلف الاسعار من موقع لموقع. ففعليا تلعب العاب قبل ما تنزل وبعدين تكتب رايك عن اللعبه بكل صراحه ويدفعوا لك فلوس، صراحه الشغل جدا خرافي. المرتبه الثانيه تقدر تطلع فلوس عن طريق انك تنشهر او تصير مشهور في مجال الالعاب، سواء على اليوتيوب او التويتش. ما راح اخبي عليكم هالطريقه صعبه صراحه، ما هي بسهوله المرتبه الخامسه والرابعه والثالثه، وتحتاج منك وقت وجهد وصبر جدا كبير. اوكي، عشان ابسطها لكم، في 3 طرق فينك تفوت فيها في مجال اليوتيوب او التويتش وتنشهر من وراء الالعاب وتطلع فلوس. الطريقه الاولى هي انك تكون متعمق بمجال العاب الفيديو وتقدر تسوي فيديوهات بافكار حلوه، على سبيل المثال فيديوهات توب 10 الالعاب اللي قاعد اسويها انا، او فيديوهات اخر اخبار الالعاب، او فيديوهات تقييم ومراجعه الالعاب، وفي كثير عرض مختصين بهالاشياء كلها. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه انك تكون متعمق ولعيب في لعبه واحده فقط، مثل فورتنايت، كول اوف ديوتي او فيفا، تكون لعيب باحد الالعاب فتسوي فيديوهات عن هاللعبه وتسوي بثوث مباشره عن هاللعبه، فيصيروا الناس يعرفوك انك انت مختص بهاللعبه، كيف ما الناس بيعرفوا مثلا راكان بلعبه فورتنايت، او كيف ما الناس بيعرفوني انا مع كول اوف ديوتي زومبي. والطريقه الثالثه واسهل شيء هو انه يكون عندك اسلوب حلو او اسلوب كوميدي نوعا ما، نفس بندريتا. بندريتا يحمل عن كل الالعاب بشكل عام، بس اسلوبه حلو كوميدي والناس حبوه وصاروا يتابعوه. فعندك احد هالطرق الثلاثه، لو انشهرت باي وحده منهم صدقني راح تطلع فلوس من كل النواحي باليوتيوب، سواء فلوس الاعلانات على اليوتيوب، او فلوس للسبونسر اللي هو تجي شركات وتدفع لك فلوس عشان تعلن عن لعبتهم، او مثلا تفتح قناه على تويتش وتسوي بث مباشر
والناس يعملوا لك دونيشن وسبسكرايب. في كثير طرق فينك تطلع فيها فلوس من اليوتيوب، بس لازم تنجح بمجال معين وتنشهر فيه. وبالمرتبة الأولى عنا أصعب طريقة تقدر تطلع فيها فلوس من الألعاب، واللي هي إنك تكون جدا محترف بلعبة معينة، تكون لعيب لدرجة تسمح لك إنك تدخل بالإي سبورت أو الرياضة الإلكترونية، وبعدين تدخل فرق وكلانات قوية وتشارك ببطولات عالمية وتربح ملايين. قيمة الجوائز المالية من البطولات بلعبة ببجي بسنة 2019 كانت 4 مليون دولار، كول اوف ديوتي 4.6 مليون دولار، ليج اوف ليجند 6.4 مليون دولار، وفورتنايت 30 مليون دولار. وبطل عالم فورتنايت بسنة 2019 كان ولد بعمر 16 سنة اسمه كايل جيرزروف، وفاز بمبلغ 3 مليون دولار بمجرد انه لعيب بفورتنايت. لو بتسألني من 5 او 6 سنوات هل في مجال نحن كعرب ندخل مجال الرياضة الالكترونية ونوصل للعالمية، رح اقول لك نوعا ما صعب، بس حاليا صار شيء جدا سهل. صار عندنا كثير كلانات عربية قوية قاعدة تشارك بالرياضة الالكترونية، واصلا بطل العالم بلعبة فيفا بسنة 2018 كان شخص سعودي باسم مساعد الدوسري، فاز بكأس العالم بلعبة فيفا بسنة 2018، وقيمة الارباح اللي جمعها من وراء البطولات تساوي نص مليون دولار. فايه مجال البطولات بالعاب الفيديو او الرياضة الالكترونية راح يطلعوا لك فلوس كثير، بس جدا صعب تدخل بهالطريق لانه لازم تكون جدا محترف بلعبة معينة عشان تدخل جوا البطولات وتفوز. فايه يا شباب، هذا الفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم، وبس كلمكم في شركيات كيش كوميدي هاد تاني ان شاء الله. مع السلامه.